ووصلت معكم الى الانموذج الثالث في الحلقه الماضيه انه التابين العلوي للصديقه الكبرى تابين امير المؤمنين للزهراء بعدما قتلت واستشهدت وبعد ان دفنها لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم في الحلقه الماضيه وصلت معكم إلى أن النص الصحيح ما جاء في كتاب الأمالي للشيخ المفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى في المجلس الثالث والثلاثين من الكتاب الذي قد يعنون بأمالي المفيد مثل ما هو معنون عندي في هذه النسخة أمالي المفيد الأمالي وقد يعنون في طبعات أخرى بمجالس المفيد والكتاب هو هو في المجلس الثالث والثلاثين وفي الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة يبدأ الحديث السابع موطن كلامنا في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئة مما جاء في التأبين العلوي الشريف للصديقة الكبرى. لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، والكلام عند هذه الجملة واختلست الزهراء. تتبعتها لكم في الكتب والمصادر الشيعية في الحلقة الماضية. وبينت لكم معناها في اللغه من مصدر معروف جدا ومن مؤلف سني ما هو بشيعي لسان العرب لابن منظور بينت لكم معنى الاختلاس خلاصه الكلام واختلست الزهراء لقد قتلوها بالعديد من الوسائل بذلوا كل جهد لقتلها وقتلوها فعلا هذا هو معنى الاختلاس الاختلاس ان يبذل طرف كل ما بوسعه وكل ما يستطيع عليه من اجل ان يختلس نفس طرف اخر من اجل ان يميته ان يقتله وهذا هو الذي حدث مع ام الحسن والحسين صلوات الله عليها وعليهما لقد استرجعت الوديعه واخذت الرهينه واختلست الزهراء هذا المضمون هو هو قد جاء في زياره الناحيه المقدسه اتحدث عن المعنى اللغوي انني اقرا عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الانوار للمجلس والطبعه طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان انها الزياره التي نعرفها فيما بيننا بزياره الناحيه المقدسه الزياره التي وردت الى الشيعه من امام زمانهم كي يزوروا بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء من جمله عبائرها في الصفحه الثامنه بعد العاشره بعد الثلاثمائه والتي بعدها هكذا نسلم في الزيارة الحسينية السلام على الجيوب المدرجات المراد من الجيوب جمع جيب والجيب فتحة الثوب فتحة الثوب من عند الصدر حينما يكون الثوب مفتوحا من عند الصدر هو هذا الذي يقال له جيب الثوب السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات السلام على النفوس المصطلمات النفوس التي اصطلمت هي النفوس التي سلبت من أبدانها واصطلمت اصطلاماً بأقصى ما يمكن أن يكون، الاصطلام هو القتل والقطع بأقصى ما يمكن أن يكون، اصطلمه اقتطعه من جذوره بأقصى ما يمكن أن يكون السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات السلام على النفوس المصطلمات السلام على الارواح المختلسات الحديث هنا عن الحسين وعن انصاره من الهاشميين ومن شيعته ارواحهم قد اختلست لقد قتلوا جميعا واختلست الزهراء قتلت قتلت بطريقه قاسيه جدا وان القاتل الذي قتلها بذل كل جهده وسعى بكل سعيه ان يقتلها باقصى طريقه وقد فعل هكذا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه واله من ان الحسين سيقتل قتلة ما قُتل بها احد قبله ولن يُقتل بها احد بعده لقد قُتل اختلاسا فروح الحسين روح قد اختلست روح مختلسه وتستمر الزياره ترسم لنا هذه الاجواء السلام على الارواح المختلسات السلام على الاجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات الفارق بين الاجساد والجسوم ان الاجساد تقال للاجسام ما بعد الموت والاجسام قد تقال ايضا للاجسام ما بعد الموت لكن لان العنوانين قد وردا فان الاجساد لما بعد الموت وان الجسوم لما قبل الموت السلام على الاجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الاعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات هذه اجواء الاختلاس السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات شفاه ذابله من العطش السلام على النفوس المصطلمات السلام على الارواح المختلسات السلام على الاجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الاعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات ارواح مختلسه واختلست الزهراء لقد قتلوها قتلوها تعذيبا لقد استرجعت الوديعة أية وديعة هل كما يقول المجلس وهو يشرح لنا معنى الوديعة في هذا التأبيد هذا الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار للمجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي المجلس أورد التأبين العلوية ناقلا له من الكافي وبينت لكم من أن النسخة التي نقل منها جاء فيها التعبير وأخلست الزهراء وهذا التعبير محرف التعبير الصحيح مثل ما قرأت عليكم قبل قليل واختلست الزهراء فحيث جاء في هذا التأبين قد استرجعت الوديعة في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئة هكذا يشرح المجلس معنى الوديعه. يقول: واستعار عليه السلام، امير المؤمنين، واستعار عليه السلام لفظ الوديعه والرهينه لتلك النفس الكريمه لتلك النفس الكريمه يشير الى الزهراء لان الارواح كالوديعه والرهن في الابدان او لان النساء كالودائع والرهائن عند الازواج أيه هراء هذا يا شيخنا المجلس أيه هراء هذا مشكله المجلس في شرحه للروايات والاحاديث ياتي بترهات من القول ان كان هذا في كتابه البحار او كان هذا في كتابه مراه العقول في كثير من الاحيان ياتينا المجلسي صاحب البحار في بحاره بترهات من القول وهذا جزء من ترهات أقواله أمير المؤمنين يخاطب رسول الله فيقول قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة المجلس يقول من أن الأمير استعار لفظ الوديعة والرهينة فهذا اسلوب الاستعاره من اساليب التعبير الادبي في لغه العرب وحتى في سائر اللغات الاخرى لان الارواح كالوديعه والرهن في الابدان او لان النساء كالودائع والرهائن عند الازواج ما هذا الهراء يا شيخنا المجلسي اقرا عليكم روايه من الجزء الثاني من عوالم فاطمه من عوالم العلوم مع استدراكاتها عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني والاستدراكات لمؤسسه الامام المهدي قم المقدسه في الصفحه الثالثه والخمسين بعد الخمسمائه حديث طويل يبدا في الصفحه الثانيه والخمسين بعد الخمسمائه نقله المستدرك المستدرك مؤسسه الامام المهدي قم المقدسه المستدرك نقل الحديث عن كتاب الطرف الروايه عن امامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه الروايه طويله اذهب الى موطن الشاهد انها اللحظات الاخيره من حياه رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين الصديقه الكبرى الحسن الحسين اهل البيت قد اجتمعوا عند رسول الله وكان رسول الله في ساعاته الاخيره من حياته في بيت فاطمه. ثم بكت، من التي بكت؟ فاطمه، ثم بكت واكبت على وجهه على وجه رسول الله فقبلته. واكب عليه على رسول الله علي والحسن والحسين فرفع راسه اليهم. فرفع رأسه إليهم ويدها يد الزهراء في يده لأنه قد أمسك بيدها ويدها في يده فوضعها في يد علي وقال له يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد أمير المؤمنين يخاطب رسول الله حينما يقول له لقد استرجعت الوديعة إنها وديعة رسول الله لا كما يقول المجلس من أن النساء ودائع عند الرجال هذه وديعه الله ووديعه سيد الكائنات وديعه اودعها رسول الله عند علي فماذا فعلت الامه بوديعه رسول الله لقد قتلوها واختلست الزهراء ولذا فإن أمير المؤمنين هكذا يقول يخاطب رسول الله لقد استرجعت الوديعة هذه وديعتك يا رسول الله وأخذت الرهينة واختلست الزهراء قتلوها قتلوا وديعتك يا رسول الله فرفع رأسه إليهم رسول الله ويدها يد فاطمه في يده في يد رسول الله فوضعها في يد علي وقال له يا ابا الحسن هذه وديعه الله ووديعه رسوله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وانك لفاعل وانك لفاعل لكن الامه هي التي خانت هي التي ما وفت اما علي فقد وفى وماذا يتوقع من علي هل انه لا يفي يا ابا الحسن هذه وديعه الله ووديعه رسوله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وانك لفاعل هذه والله سيدة نساء اهل الجنة من الاولين والاخرين هذه والله مريم الكبرى انما سميت ام عيسى بمريم لان مريم في الاصل اسم فاطمه هي مريم الكبرى وتلك مريم الصغرى هذه والله مريم الكبرى الى اخر ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه واله الوديعه وديعه الله وديعه المصطفى ما هي كما يقول المجلس كما يقول علماء المنهج الطوسي المجلسي وان كان اخباريا لكنه طوسي وطوسي بامتياز لقد استرجعت الوديعه واخذت الرهينه واختلست الزهراء صورة تقرب لنا معنى الاختلاس أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الإمامي أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري هذا ما هو المؤرخ؟ تشابه في الاسماء ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري المؤرخ توفي سنه 310 للهجره اما المحدث الامامي ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري فهو من علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة في الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة إنه الحديث الثالث والأربعون الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة منها فيما يرتبط في بيان معنى الاختلاس وكان سبب وفاتها سبب وفاة الصديقة الكبرى وكان سبب وفاتها قطعا هذا من جملة الأسباب فسبب وفاتها لا ينحصر بهذا فقط هذا من جملة الأسباب الذين قتلوها جمع كثير من الصحابة قنفذ كان واحدا منهم وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بامره بامر عمر لكزها بنعل السيف المراد من نعل السيف مؤخر قبضته حينما يمسك الانسان بالسيف مؤخر القبضه يقال له نعل السيف لكزها أي ضربها وضغط عليها بشدة هذا هو اللكس أنه ضرب وضغط بشدة وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره لكزها في خاصرتها لكزا شديدا فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا هذا احد قتلتها الذين قتلوها كانوا مجموعه من الصحابه احد القتله هو هذا قنفذ فهذه لقطه من لقطات اختلاس الزهراء صلوات الله وسلامه عليها واختلست الزهراء هذه لقطه لقطه واحده لقطه اخرى اقراها عليكم من المقنعه من الرساله العمليه للمفيد المتوفى سنه 413 للهجره طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسة في الصفحة التاسعة والخمسين بعد الأربعمائة إنها زيارة للصديقة الكبرى بعد زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليك يا رسول الله السلام على ابنتك الصديقة الطاهرة. السلام عليكِ يا فاطمة بنت رسول الله. السلام عليكِ ايتها البتول الشهيدة الطاهرة. انها شهيدة قتيلة مختلسة لقد اختلست روحها قبل ان تختلس روح الحسين نحن نسلم على الحسين كما قرات عليكم قبل قليل من زياره الناحيه المقدسه السلام على الارواح المختلسات فاطمه اختلست قبل السلام على هذه الارواح التي اختلست في ارض الطفوف. لقد اختلست روحها ما بين الباب والجدار ولست ادري ولست ادري خبر المسمار هذا المسمار الذي نبت في صدرها المسمار الذي كان موجودا في الباب حينما الصق عمر بن الخطاب الباب على فاطمه وعصرها بين الباب والجدار ولست ادري ولست ادري ولست ادري خبر المسمار من الذي يدري؟ سل صدرها سل صدرها خزانة الاسرار فأنا لا ادري ولست ادري ولست ادري خبر المسمار صدرها خزانه الاسرار والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء السلام عليك ايتها البتول الشهيده الطاهره لعن الله من ظلمك ومنعك حقك ودفعك عن ارثك ولعن الله من كذبك وأعنتك لقد أعنتوها أعنتوها وغصصك بريقك صور صور من اختلاس روح فاطمة واختلست الزهراء اختلسوها لعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك لقد حاولوا خنقها كادت ان تختنق بالدخان الذي دخل الى بيتها وكانوا يرومون احراق البيت بكامله لقد جمعوا كميه كبيره من الحطب الجزل الحطب الجزل هو الحطب الذي يشتعل بسرعه وتبقى فيه النار متقده الى وقت طويل هذا هو الذي يقال له الحطب الجزل لقد جمعوا كميه كبيره من الحطب الجزل وغطوا بها كل البيت ارادوا احراق البيت لكنهم ما نجحوا في ذلك تسجرت النار عند الباب وبعد ذلك بسبب الازدحام انطفات النار ولكن بعد ان احرق باب فاطمه وبعد ان دخل الدخان الى داخل بيتها وكادت ان تختنق لانها قد سقطت على الارض خلف الباب بعد ان عصرها عمر بن الخطاب بين الباب والجدار وهذا التفصيل ذكره عمر بن الخطاب في رساله موجوده في كتبنا الشيعيه بعث بها الى معاويه فحدثه عن تفاصيل الواقعه ولعن الله من كذبك وأعنتك وغصصك بريقك فاطمة التي يقول عنها محمد صلى الله عليه واله من أنها بضعة مني الرواية في صحيح مسلم يؤذيني ما أهذاها وغصصك بريقك لقد غصص محمدا بريقه حينما غصصك يا أم الحسن والحسين بريقك هذه صور ولقطات من معنى الاختلاس واختلست الزهره اختلست الزهراء صلوات عليك يا زهراء ولعنه وبيله على قاتليك يا ام الحسن والحسين نذهب الى فاصل لقد استرجعت الوديعه يا رسول الله واخذت الرهينه واختلست الزهراء سليم بن قيس قال سليم سليم كان يسال سلمان عن الذي جرى هذا اقدم كتاب من كتبنا الشيعيه الذي سجل وقائع الدار انها دار فاطمه قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان كان محمد المصطفى يقف على باب فاطمة مستأذنا فإن أذنت له دخل إلى البيت وإن لم تأذن له رجع وما دخل إلى البيت الناظم هنا يشير إلى هذه الحقيقة قال سليم إنه سليم العامري سليم بن قيس صاحب الكتاب قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان فقال إي وعزة الجبار لقد فعلوها الذين قالوا عن محمد من أنه يهجر فعلوها لقد فعلوها قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان فقال اي اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ راوها عصروها عصره عصرها بين الباب والجدار فمذ راوها عصروها عصره كادت بروحي ان تموت حسره تصيح يا فضه اسنديني تصيح يا فضه اسنديني فقد وربي قتلوا جنيني. هذا هو كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة الطبعة التي حققها محمد باقر الانصاري انها الطبعة الثانية 1416 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني الجزء الثاني الذي يشتمل على نص الكتاب الجزء الأول والجزء الثالث أمور ترتبط بتحقيق الكتاب وفهارسه لكن النص في الجزء الثاني سليم ابن قيس متوفى سنة ستة وسبعين للهجرة قطعا هو جمع الكتاب قبل هذا التاريخ ونقل مضامين الكتاب عن أهل البيت وشيعتهم نقل مضامين الكتاب عن أمير المؤمنين وعن سلمان وعن المقداد مصادر سليم بن قيس هي هذه المصادر صفحة 675 لن أقرأ التفاصيل التفاصيل طويلة ولا أملك وقتا لذلك وانما اخذ لكم اللقطات التي تبين لكم معنى ان فاطمه قد اختلست قد قتلت وبطريقه قاسيه وبشعه جدا العباس العباس ابن عبد المطلب العباس يقول لأمير المؤمنين في مجلس كان فيه شيعة الأمير من الهاشميين وغيرهم العباس يقول لامير المؤمنين ما ترى عمر ايام خلافته منعه من ان يغرم قنفذا كما اغرم جميع عماله عمر ارسل على جميع عماله واغرمهم نصف ممتلكاتهم هذه التي يعدها السنة منقبة وهناك من الشيعة من يعدها منقبة من القطبيين ومن السياسيين يعدون ذلك منقبة لعمر أمير المؤمنين ماذا يقول: لئن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حل له تركه فلماذا أخذ النصف؟ وكان له أن يأخذه كله فإنه فيء المسلمين فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه ولئن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منهم قليلا ولا كثيرا وإنما أخذ أنصافها ولو كانت في أيديهم خيانه ثم لم يقروا بها ولم تقم عليهم البينه ما حل له ان ياخذ منهم قليلا ولا كثيرا فهذه مطعنه وما هي بمنقبه اذا كانت الاموال اموالهم فلماذا اخذ نصف اموالهم وإذا كانت الأموال ما هي بأموالهم سرقوها من أموال المسلمين فلماذا أعطاهم النصف؟ حاله حال مراجع النجف وكربلاء حينما يسرق لهم الوكلاء يعطونهم الثلث أو يعطونهم النصف من سرقات الأخماس بغض النظر هل أن الوكلاء محتاجون أو أنهم ليسوا محتاجين وإنما يدفعون لهم هذا المال كي يستمروا في الضحك على ذقون الشيعة وسرقة أموالهم والأمير يقول حتى لو كانت الأموال سرقة في أيديهم إذا لم يكونوا قد أقروا بأنها سرقة أو لم تقم البينة عند عمر على أنهم سرقوا وما كانت هناك بينة ولا هم أقروا فعلى أي أساس أخذ نصف أموالهم؟ لا شأن لنا بهذا الموضوع لكن هكذا يكون التثويل والتجهيل والضحك على الذقون فتحسب المطاعن مناقب بالضبط مثلما تحسب سيئات وقبائح مراجع النجف وكربلاء تحسب لهم مناقب عمر لم يغرم قنفذا وكان واليا من ولاته فلذا العباس بن عبد المطلب يسال الاميره لماذا عمر لم يغرم قنفذا ما ترى عمر منعه من ان يغرم قنفذا كما اغرم جميع عماله فنظر علي الى من حوله ثم اغرورقت عيناه بالدموع ثم قال شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوط فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملوج الدملوج هو من حلي المرأة تلبسه المرأة هنا ما بين الكتف والمرفق هو هذا الدملج الدملج يلبس هنا ما بين الكتف والمرفق فسوط قنفذ وبامر عمر تلوى على يدها حتى ترك اثرا كالدملج في الانوار القدسيه في المنظومة المعروفة لأحد مراجع النجف محمد حسين الغروي الاصفهاني والذي يعرف بالكمباني والأثر الباقي كمثل الدملجي والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء اقوى الحجج لماذا لم يغرم عمر قنفذا الامير يقول شكر له ضربه ضربها فاطمه بالسوط فماتت ماتت فاطمه وفي عضدها اثره كانه الدملج لانها ماتت من ذلك الضرب. الاثار لا زالت موجوده في بدنها هذا هو سبب موتها. لو انها ضربت واندملت الجراح وانجبرت الكسور وذهبت الاثار لكان يمكن ان نقول من انها توفيت بأجلها لكنها عُذبت وضربت واهينت وأسقط جنينها وكسر ضلعها وجرى ما جرى عليها وماتت والآثار موجودة في بدنها ماتت وضلعها مكسور لم يُجبر ماتت وآثار إسقاط جنينها كانت باقية عندها ماتت وآثار الضرب على متنيها حينما غسلها أمير المؤمنين رأى آثار الضرب على بدنها ومن سواد متنها سود الفضا ومن سواد متنها سود الفضا يا ساعد الله الإمام المرتضى. ومن سواد متنها اسود الفضا. يا ساعد الله الإمام المرتضى. والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحجج. الحكاية طويلة طويلة. إنها آلام فاطمة. إنها فاطمة التي قتلوها ثم رجعوا حتى إلى تأبين زوجها لها فحرفوا ذلك التأبين فحذفوا الجملة واختلست الزهراء والله لقد اختلست قتلوها في الصفحة الثامنة والثمانين بعد الخمسمائة إنني أقرأ من كتاب سليم وقد كان قنفذ لعنه الله ضرب فاطمة بالصوت إلى أن يقول الخبر فلم تزل فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت بقيت جريحه تئن من جراحاتها نسلم على الحسين في الزياره المهدويه التي نعرفها بزياره الناحيه المقدسه هكذا نسلم عليه السلام على المغسل باي شيء بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح لقد جرعوها الالام غصصوها بريقها مثلما قرات عليكم قبل قليل من زيارتها التي اوردها المفيد في المقنعه. السلام على المغصصه بريقها. السلام على المجرعه. الام السياط والرفس والصفع والعصر وما نبت المسمار في صدرها الا وكان الذي كان ومن نبوع الدم من ثدييها بسبب ذلك المسمار ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها فلم تزل فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيدة هذه النصوص عرضت على أئمتنا إمامنا السجاد قال هذه احاديثنا نعرفها هذا هو الذي جرى على امنا هذه احاديثنا نعرفها حين عرض هذا الكتاب على امامنا السجاد وقد قرا الكتاب عليه بمحضره من اوله الى اخره صحيح الكتاب تعرض بعد ذلك الى تحريف لكن الحقائق الواضحه لا زالت شاخصه في هذه الوثائق المهمه التي جمعها سليم في كتابه السقيفه فلم تزل لم تزل فاطمه فلم تزل صاحبه فراش حتى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيده في صفحة الخامسة والستين بعد الثمانمائة هناك تفصيل تفصيل للواقعة لا أجد وقتا المقام كما قلت لكم في الحلقة الماضية ليس حديثا عن ظلامة فاطمة إذا كان الحديث عن ظلامة فاطمة فهذا الكلام لا يمثل شيئا من ظلامتها هذا الكلام لبيان معنى واختلست فاطمه فقط وليس للحديث عن ظلامتها هذه احاديث العتره هذه وثائق ال علي هذا كتاب سليم هذا ابجد الشيعه كما يسميه صادق العتره هذه مذكرات فاطمه مذكرات الواقعه بين الباب والجدار والتي نقلها الينا امير المؤمنين واشياعه المخلصون الذين كانوا جزءا من الواقعه فارسل عمر يستغيث ارسل عمر يستغيث يريد جمعا اكثر من هذا الجمع الذي تجمع عند باب فاطمه لان امير المؤمنين اخذ بتلابيب عمر فوثب علي بن ابي طالب فاخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وجأ أنفه ورقبته داس على أنفه ورقبته بحذائه فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجع أنفه ورقبته الى اخر ما جاء في الواقعه الواقعه فيها تفاصيل فارسل عمر يستغيث فاقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمه فحمل عليه امير المؤمنين فحمل عليه بسيفه فاقسم على علي اقسم عليه ان يتوقف فكف فكف علي هناك الكثير من التفاصيل تحتاج الى شرح تحتاج الى بيان لست بصدد ذكر التفاصيل ولست بصدد شرح هذه الوقائع تحدثت عنها في برامجي السابقه واذا سنحت فرصه ساتحدث عنها بكل ما عندنا من المعطيات وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمه خالد بن الوليد سل سيفه اراد ان يقتل عليا متى في الليله التي بات فيها علي في فراش النبي في ليله الهجره والحادثه لها تفاصيل وها هو يسل سيفه كي يقتل فاطمه وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمه هذا هو سيف الله المسلول هذا سيف ابليس المسلول هذا هو الذي قتل مالك ابن نويره وزنى بزوجته هذا ذكر مسلول وما هو بسيف مسلول الحادثه مفصله في كتب التاريخ في كتب السير ولما طلب ابو بكر وعمر من خالد ابن الوليد ان يقتل عليا ان ياخذه على حين غره وهو في الصلاه والحادثه فيها تفصيل صفحة 872 وما بعدها الحادثة فيها تفصيل لأن أبا بكر تراجع عن قراره وكان خالد قد جاء بسيفه يريد أن يغدر بعلي وهو في الصلاة وقد غدروا بعلي بعد ذلك طبقوا البرنامج نفسه في محراب مسجد الكوفه قتلوا عليا بعد ذلك الا ان ابا بكر قبل ان يكمل الصلاه بعد ان تشهد صاح بصوت يسمعه خالد يا خالد لا تفعل ما امرتك فان فعلت قتلتك ثم سلم عن يمينه وشماله واكمل الصلاه لانه فكر في عاقبه الامر تفاصيل للواقعه وخرجت نسوة بني هاشم لما انتشر الخبر من ان مؤامرة عقدها القوم لقتل علي وخرجت نسوة بني هاشم فصرخنا وقلنا يا اعداء الله ما اسرع ما ابديتم العداوة لرسول الله واهل بيته لطالما اردتم هذا من رسول الله اردتم هذا من رسول الله اردتم قتله وقتلوه بعد ذلك لطالما اردتم هذا من رسول الله فلم تقدروا عليه فلم تقدروا عليه اما ان القائلات من النسوه لا يعلمن ان رسول الله قد قتل وإما أن شيئا من الكلام قد سقط فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمس هذا أمر كان معروفا عند المسلمين وعند بني هاشم فقتلتم ابنته بالأمس ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه الى اخر الكلام موطن الحاجه هنا فقتلتم ابنته بالامس في الاحاديث المستدركه على هذه النسخه هذه الاحاديث مرويه عن النسخه الاصل من كتاب سليم بن قيس في الكتب الشيعيه الاخرى المحقق جمع الاحاديث من الكتب الشيعيه المختلفه التي اخذت اساسا من النسخه الاصل من كتاب سليم بن قيس من حديث مفصل من حديث رسول الله صلى الله عليه واله ثم اقبل على ابنته النبي صلى الله عليه واله ثم اقبل على ابنته فقال انك اول من يلحقني من اهل بيتي وانت سيدة نساء اهل الجنة وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضلع من اضلاعك لعن الله قاتلك ولعن الله الآمرة والراضية والمعينة والمظاهرة عليك وظالم بعلك وابنيك موطن الشاهد هنا لعن الله قاتلك ولعن الله الآمرة الاول هو الذي امر والثاني هو الذي نفذ لعن الله قاتلك ولعن الله الآمره والراضيه والمعينه والمظاهره عليك يا زهره هذه اقدم النصوص والوثائق عندنا هذه مذكرات جريمه ما وقع بين الباب والجدار هذه وثائق الجريمه التي ينكرها علماء سقيفه بني ساعد وينكرها ايضا علماء سقيفه بني طوسي لانهم ينكرون هذا الكتاب وينكرون هذه الحقائق ويضعفون هذه الوثائق نذهب إلى فاصل في الجزء الثاني والثمانين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الستين بعد المئتين إنه الحديث الخامس الدعاء المعروف بدعاء صنمي قريش والاشاره الى الاول والثاني هذا قنوت مروي عن امير المؤمنين كان يقراه في قنوت صلاته اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها الى اخر ما جاء في هذا الدعاء الشريف الدعاء يعدد جرائم أقطاب سقيفة بني ساعدة واستأصل أهله واستأصل أهله أهل رسول الله واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله المحسن عنوان واضح والحسن قتله معاويه والحسين قتله يزيد ومعاويه ويزيد من ثمار الشجره الملعونه التي هي سقيفه بني ساعده الشجره الملعونه في القران هي سقيفه بني ساعده بنو اميه من ثمارها من اغصانها واستأصل أهله، الاستئصال هو القضاء عليهم استأصل الشيء قضى عليه من جذوره من أصله قطعه من عميق أصوله وجذوره واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله ويستمر الدعاء في ذكر جرائم سقيفة بني ساعدة وبشكل خاص انها جرائم اقطاب تلك السقيفة ودم اراقوه وبطن فتقوه وضلع كسروا وصك مزقوه هذا صك رسول الله الذي كتب فيه ان فدكاً وعوالي لفاطمه مزقه عمر بن الخطاب وبصق فيه على رؤوس الاصحاب بحسب رواياتنا بحسب رواياتنا ودم اراقوه وبطن فتقوه وضلع كسروه وصك لكن مزقوا إلى آخره ما جاء في هذا الدعاء الشريف كل القرائن هذه تشير إلى القتل إلى الاختلاس واستأصل أهله ودم أراقوا وبطن فتقوا وضلع كسروه وبطن فتقوا قد تكون الاشاره الى الرحم او قد تكون الاشاره الى ما جرى على عمار بن ياسر فان عثمان بن عفان ضربه وضربه الامويون رفسه رفسا شديدا حتى فتق بطنه وهذا مثبت في كتب التاريخ والسير ايام خلافته وبطن فتقوا وضلع كسروا هذا هو ضلع فاطمه كل التفاصيل التي جاءت في هذا القنوت الشريف في دعاء صنمي قريش تشير الى معنى الاختلاس واختلست الزهراء في الجزء الثالث والسبعين من بحار الانوار للمجلس في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي والعشرون بسنده بسند المجلس عن المفضل ابن عمر عن يونس ابن يعقوب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل من جملة ما جاء فيه في الصفحة الخامسة والخمسين بعد الثلاثمائة يا يونس الإمام يتحدث مع يونس ابن يعقوب يا يونس قال جدي رسول الله ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها فاطمة قد قتلت هذه الوثائق وثائق الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه يا يونس قال جدي رسول الله ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمه ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها فاطمه قتلت واختلست الزهراء وماذا نقرأ ايضا في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الباب الثامن والمئة الحديث الثاني في الصفحة الأربعين بعد الثلاثمئة حديث طويل بسنده بسند ابن قولوي عن عبد الله ابن بكير الأرجاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وحديث عن وقائع عالم البرزخ الإمام يخبر العرجانيه هذا بمجريات تجري في عالم البرزخ ويذكر له اسماء الطغاة والمجرمين الذين يحاسبون ويعذبون في عالم البرزخ نحو فرعون موسى الذي قال: أنا ربكم الأعلى ونحو نمرود الذي قال: قهرت أهل الأرض وقتلت من في السماء وقاتل أمير المؤمنين وقاتل فاطمة ومحسن وقاتل الحسن والحسين الحديث طويل موطن الشاهد هنا من ان فاطمه قد قتلت وهذا هو قاتلها والإمام الصادق يتحدث عن قاتل فاطمه وعن أحواله في عالم البرزخ وقاتل أمير المؤمنين وقاتل فاطمة ومحسن فاطمة قد قُتلت وجنينها قد قُتل من المصدر نفسه ومن الباب نفسه إنه الحديث الحادي عشر وهو حديث طويل مفصل بسنده بسند ابن قولوي عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قيل له إن الله تبارك وتعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك الرواية طويلةٌ اذهب الى موطن الشاهد واما الثالثه واما الثالثه فما يلقى اهل بيتك من بعدك من القتل واما الثالثه فما يلقى اهل بيتك من بعدك من القتل اما اخوك علي فيلقى من امتك الشتمة والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم وآخر ذلك القتل إلى أن تصل الرواية وأما ابنتك وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب، لا تجد مانعا من هذه الأمة الجميع اتفقوا على قتلها ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتضرب وهي حامل وماذا بعد وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب وتموت من ذلك الضرب فاطمة قتلت فاطمة قتلت 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 هذا هو معنى واختلست الزهره هذا كتاب من كتب المخالفين من كتب أتباع سخيفة بني ساعدة فرائد السمطين وهذا هو الجزء الثاني لإبراهيم الجويني الخراساني هذا هو الذي أسلم على يده أول سلطان مغولي بنحو علني غازان السلطان المغولي غازان أسلم على يد ابراهيم الجويني هذه الطبعة طبعة مؤسسة دار الحبيب بتحقيق محمد باقر المحمودي الطبعة الأولى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين هجري قمري قم المقدسة في الصفحة الرابعة والثلاثين رقم الحديث الحادي والسبعون بعد الثلاثمائة بسنده بسند الجويني بسند ابراهيم الجويني مؤلف هذا الكتاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه واله الحديث طويل في الصفحه الخامسه والثلاثين يتحدث النبي عن فاطمه فتكون اول من يلحقني من اهل بيتي فتقدم علي محزونه مكروبه مغمومه مغصوبه مقتوله ثم يقول رسول الله: اللهم العن من ظلمها، وعاقب من غصبها، وذلل من اذلها، وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى القت ولدها. موطن الشاهد هنا فتقدم علي تقدم علي فاطمه على رسول الله محزونه مكروبه مغمومه مغصوبة مقتولة هذا كتاب من كتب المخالفين سينكرون ذلك سينكرون ذلك وهذا ما هو بغريب ولا بعجيب هذا شيء متوقع منهم وشيء طبيعي أن يصدر منهم وأنا هنا لا أحتج عليهم لا شأن لي به أنا بصدد التحقيق في نصوص احاديث العتره الطاهره التابين العلوي الذي ورد في نهج البلاغه محرف والذي ورد في بعض نسخ الكافي محرف والذي ورد في بحار الانوار محرف والذي ورد في العديد من الكتب الاخرى من كتبنا الشيعيه هذا التابين محرف لقد حذفت هذه الجملة منه واختلست الزهراء لأن الإمام هنا يقرر لنا هذه الحقيقة من أن فاطمة قد قتلت الوديعة قد قتلت لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء هناك سعي دائب ودائم عند السقيفتين ولكن عند كل سقيفة بحسبها عند سقيفة بني ساعده سعيهم وعند سقيفة بني طوسي سعيهم ايضا التنقيص من فاطمه كل بحسبه سقيفه بني ساعده قتلت شخص فاطمه اما سقيفه بني طوسي قتلت شخصيتها وقتل الشخصيه اكثر اجراما من قتل الشخص لأن الشخص يُقتل مرة واحدة أما الشخصية فإن القتل سيبقى متكررا مستمرا سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزلها أما سقيفة بني طوسي فقد أحرقوا منزلتها وإحراق المنزل حدث مرة واحدة اما احراق المنزله فهو متكرر مع كل درس من دروسهم مع كل خطيب يصعد المنبر مع كل برنامج في فضائياتهم مع كل كتاب يؤلفونه مع كل كلمه يقولونها من هنا صار مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لأن سقيفة بني ساعده قتلت شخص فاطمه مرة واحده تعذيبا وأحرقت منزلها مرة واحده أما سقيفة بني طوسي فانهم يقتلون شخصيتها في كل ثانيه ويحرقون منزلتها في كل ثانيه هذا هو الواقع الذي نعيشه قنفذ سقيفه بني ساعده ضربها والمها مرتين مرتين لأن الهجوم قد تكرر على بيت فاطمة لكن القنفذ الشيعي مستمر في ضرب فاطمة مستمر القنفذ الشيعي يضرب فاطمة ليل نهار قنفذ سخيفة بني ساعدة ضربها وانتهى ضربه أما القنفذ الشيعي فلا زال يضرب فاطمة لا زال يضربها عبر مراجع السوء والقباحة في النجف وكربلاء لا يضحكون عليكم يقيمون مجالس العزاء أي حزاء هذا الذي يقيمونه وهم ينكرون إمامة فاطمة ما قيمه العزاء الذي يقيمونه يقيمون العزاء وهم ينكرون جريمه قتلها هم بهذا يدافعون عن قاتليها يبرئون قاتليها من قتلها يكذبون الائمه يكذبون هذه الوثائق التي صدرت عن المعصومين الى متى تبقون سذجا بل إلى متى ستبقون حميرا يا حمير المراجع هذه الحقائق الجلية الواضحة بين أيديكم رواية مؤلمة مؤلمة في كتاب المحاسن قرأتها عليكم في حلقات سابقة هذا هو كتاب المحاسن للبرقي من كتبنا القديمه من كتبنا الاصول الاولى هذه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان انه الباب التاسع والثلاثون باب الاغتباط عند الوفاه الاغتباط السرور والفرح صفحة 114 115 الحديث الخامس من أحاديث باب الاغتباط بسنده بسند البرقي عن عبد الحميد الطائي قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان اشد ما يكون عدوكم كراهه لهذا الامر الى ان بلغت نفسه هذه واومأ بيده الى حلقه المراد من الحلق محل الذبح إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذا المراد من هذا الأمر دين العترة الطاهرة إن أشد ما يكون عدوكم كراهة لدين العترة الطاهرة لهذا الأمر إلى أن بلغت نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه واشد ما يكون احدكم اغتباطا فرحا سرورا بهذا الامر بدين العتره الطاهره اذا بلغت نفسه الى هذه واومأ بيده الى حلقه فينقطع عنه اهوال الدنيا وما كان يحاذر فيها ويقال أمامك رسول الله وعلي وفاطمة إمامنا الصادق يبين لنا كيف أن الذين كفروا بدين العترة الطاهرة سيكونون على أشد حال أشد حال من الندم والألم والمهانة حينما تصل النفس الى هنا، حينما يحين الموت ومن ان الذين على دين العترة الطاهرة سيكونون اشد اغتباطا هكذا يقال لهم امامك رسول الله وعلي وفاطمة بعد ذلك الامام الصادق يقول لعبد الحميد الطائي اما فاطمه فلا تذكرها لماذا يقول الصادق هذا الامام يحدث عبد الحميد الطائي وهو من شيعته وقطعا فان عبد الحميد الطائي لن يحدث نواصب سقيفه بني ساعد هذه الاحاديث كانت تدور فيما بين الشيعة انفسهم. لان موقف الشيعة ليس حسنا مع فاطمه والى الان حتى وان اظهروا حبها حتى وان لعنوا اعدائها حتى وان بكوا على مصابها لماذا؟ اولا ينكرون جريمه قتلها لا يقولون من انها قتلت اي شخص الان عنده احد افراد اسرته قد قتل مظلوما هل يقبل ان احدا يتحدث عنه ويقول من انه مات من دون قتل والله لا يقبل احد بذلك فلماذا فاطمه التي قتلت وبطريقه قاسيه اجراميه قتلت تعذيبا لماذا تنكرون جريمه قتلها ينكرون جريمه قتلها وبهذا يبرئون قاتليها فعلى ماذا تبكون؟ على ماذا تبكون؟ يبرئون قاتليها من قتلها، هل يقبل احد في العالم من ان احد افراد اسرته قتل والقاتل معروف وياتي الناس يقولون له من ان ابنك هذا اخاك هذا قريبك هذا لم يقتل هذا يعني ان قاتله بريء الطامه الكبرى انكار الشيعه لامامه فاطمه وهذه هي الظلامه الحقيقيه ان كانت سقيفه بني ساعده احرقت منزلها فهؤلاء قد احرقوا منزلتها ومن انكر اماما من الائمه كمن انكرهم جميعا من انكر واحدا منهم كمن انكرهم جميعا ويقال للشيعي امامك رسول الله وعلي وفاطمه ثم قال الامام الصادق لعبد الحميد الطائي: اما فاطمه فلا تذكرها. اي سوء عند الشيعه الذي يجعل الامام الصادق ان يقول هذا الكلام. يعز على الصادق ان يقول هذا الكلام. ووالله يا ام الحسن والحسين لعزيز علينا، عزيز علينا. عزيز علينا ان نرى ظلامتك ولكننا لا نملك الا الكلام، ماذا نستطيع ان نفعل؟ عزيز علينا والله، عزيز علينا. يا بنت رسول الله، نذهب الى فاصل. في التسعينات في بدايه التسعينات حينما طبل القطبيون الشيعه حينما طبل حزب الدعوه وامثاله من القطبيين وطبل مرجعهم في ذلك الوقت محمد حسين فضل الله وطبلوا وأشاعوا إنكارهم ورفضهم واستهزاءهم بخصوص ظلامة فاطمة وما جرى عليها بين الباب والجدار وقائع يتذكرها الذين عاشوا تلك الأيام خصوصا في أجواء قوم والأجواء الإيرانية عموما الكثير من الأحداث والوقائع في أوائل التسعينات من القرن الماضي في حينها كتبت سطوراً كتبت سطورا من النثر الفني الايقاعي بهذا العنوان مناجاه بين يدي المظلومه الشفيعه صلوات الله وسلامه عليها وطبعت في حينها ووزعت اقراها عليكم اقرا تلك السطور كي يكون ختاما لهذه الحلقه مناجاه مع الزهراء في الزمن القاحل يا زهراء دمعه الامي تحبسها الايام في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام والشبح الآتي يا زهراء من تأريخ يحفل بالأوهام يبكيني يبكيني والآهة ملء الدنيا وشموخ يهزأ بالحكام عجبا عجبا يا ام الطهر تنطفئ الاحلام وتذوب شموع السعد ويقسو النحس اه اه والاثام يا زهراء يا تفاحه محمد يا قنديل العرش يا كفو علي وليصمت كل لسان نفد الحبر واتسع المعنى وأصاب العي كل كلام. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا أعذب اسم أهواه وبه أمي ناغتني وبه رقيت بناتي من شر الشر ومن شر النفاثات وبه بيتي عوذت من كل مخيف آتي وبه حصنت فؤادي من ان يرتع في واد هو غير الوادي الذي طهره المولى حيدر شرفه بالاقدام. وبه لثت من جور السلطان الظالم باسم القوميه يحكم او باسم الاسلام. لا فرق كبير في ذلك ما دام السلطان بخير والحاشيه محفوظون بدعاء من الطاف الدولار لا من الطاف الجبار. اذ هم في منأى عنها بدعاء من قلب مخلص بالضبط وبالدقه تحت القبه في الزاويه اليمنى في صندوق النقد الدولي بخضوع وخشوع وسكينه ودموع تماسيح حزينه. والقبله صندوق النقد والاذكار في دولاره واسترلينه واليورو لا ننساه في المستقبل ارباحه جدا مضمونه والايدي المرفوعه تدعو جد حريصه جد امينه ستجاب الدعوه حتما لكن بشروط وشروط هي جد بسيطه في نظر الحاكم ما دامت تحفظ سلطانه هي جد بسيطه لا تهتموا فيها وبها ولها وعليها منها تغيير الخط الكوفي بخطوط وخطوط فالخط الكوفي قديم بال لا يصلح للاستعمال لكن لا تنسوا وهي جمله اعتراضيه في وسط هذا الزحام الشديد والضوضاء المتعاليه لا يعبا بها احد فعلي اول من خط الخط الكوفيه وعليه سياتي المهدي راجع كتب التاريخ راجع كتب الاخبار والحر العاقل تكفيه اشاره واعود فابشركم ان السلطان بخير دائم والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والالسنه تلهج منهم للحاكم في طول العمر واعود فابشركم ان السلطان بخير دائم والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والالسنه تلهج منهم للحاكم في طول العمر العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم سوطا نارا وحديد والشعب سعيد الشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم اقوالا فارغه ووعودا كاذبه ووعيدا ووعيد والشعب سعيد الشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد برق خلب زبد وسراب العمر مديد العمر مديد ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد برق خلب زبد وسراب اما الزبد لذوي الاسنان الحساسه من نخب او اصهار او اصحاب روح فداهم روح فداهم يا ويل الامه من بلواهم والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الاسلامي الماكر هذه انواع المستشفيات في عالمنا والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الاسلامي الماكر هو اخبرنا هو اقنعنا ان الاسنان الحساسه دوما تحتاج الى الزبد والكعك الناعم حنانيهم حنانيهم فذو الاسنان الحساسه مظلومون مقهورون يحتاجون الى الزبد كثيرا اكثر من كل الامه اذ هم قلب الامه روح الامه عقل الامه بل كل الامه والحق يقال الحق يقال انهم يستاهلون اكثر من ذلك اذ لولا بركات منهم خربت دنيانا فالفضل لهم والفضل بهم لكن الامر في الواقع مختلف جدا فطبيب المستشفى الجمهوري الملكي الاسلامي ماكر يخدعنا في كل صباح في كل مساء اذ ان الاسنان الحساسه هذه لا تعبا بالحر ولا بالبرد لا تعبا بالاطعمه الصلبه قاضمه طحانه طاحنه قضامه اكلت جلدي مضغت لحمي مصت كل دهوني طحنت جمجمتي قضمت حتى العظم هذه الاسنان الحساسه عدل عطف حكم ورياسه تبلع كل الشعب تطحن كل الشعب من أخمصه حتى راسه هذه الأسنان الحساسة علم فهم عزم حلم وكياسة هاك اسمع هاك من ألطاف الأسنان الحساسة كل الفقراء كل الضعفاء كل الفقراء كل الضعفاء ازدادوا فقرا ضعفا جوعا وتعاسا لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة إنك تعكر صفو الحاكم في ذلك أو تجرح إحساسه ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة وذو الأسنان الحساسة ككلاب تتهارش في مزبلة وكناسة يا زهراء يا زهراء هذه المهزله تروح وتغدو من ذاك اليوم المشؤوم والى هذا اليوم من يوم امر الطاغي قنفذ ان يضربك بسياط الكفر الجهري العلني الواضح يا زهراء انت الملجا انت المنجا في دنياي في اخرتي يا مولاتي يا سيدتي يا زهراء يا حرز الامنه في يوم اهرب فيه من احبابي من والدتي من اولادي في يوم اسمع فيه صوت منادي يا اهل المحشر غضوا الابصار فالنور القادم بنت الهادي تأتي تلتقط الأحباب بنت الأجواد وبذا تنبين أخبار الباقر والصادق والكاظم والسجاد كالطير يفصل بين الجيد من حب بصلاح ورديء بفساد يا زهراء يا كل الرأفة والرحمة يا كل العفة والإكرام يا زهراء يا اما يا اطيب من لبن عذب صاف في عطش في جوع يشربه الايتام يا زهراء يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الاقزام يا زهراء يا غيبا يا سرا يا كنز الاسلام يا زهراء جئتك اسعى والهم يقيدني لا ادري اهو ياس ام هو حزن ام هي الام الالام يا زهراء من يوم الباب والمسمار والمذبوح على الاعتاب صار القلب كاس دموع وانكسرت كل اباريقي وتلاشت امالي خلف القضبان ماذا اكتب عن نفسي يا احبابي آمالي ضاعت بين الجدران، أوراقي صبغت بالأحزان، أفراحي يخنقها السجان، وبعيني أبصر آلامك يا أم الإحسان، يا زهراء يا زهراء إن قتلوك تعذيباً تنكيلاً سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة ركلاً عصراً رفساً سطراً صفعا لطما ضربا بالسوط ونعل السيف بعد الظلم وكل فنون العدوان يا زهراء قتلوك اليوم بالف لسان ولسان عفوا سيدتي عفوا سيدتي اني لا اتلو اخبار سليم او ما ينقل مقداد او سلمان اخشى ان يوصف ذلك كله بالهذيان يا زهراء قد قالوها قبلا لابيك الاعظم فضلا انك تهجر في القول يا محمود يا احمد يا من كل حروف كلماتك حتى الضمه والفتحه والنقطه حتى الادغام والترخيم والمده والسكته ان هو الا وحي يوحى قد عادوها اليوم بالاسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الاخطل إن حديث الباب والمسمار وهجوم القوم على الدار ليس بحديث مسند والحكم إليك أبا الزهراء محمد لكن سؤالاً حيرني لكن سؤالاً حيرني يحفر 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 في أعماق الوجدان لكن سؤالاً حيرني يحفر يحفر في أعماق الوجدان لم ضاع القبر الى اليوم وبعد اليوم يا انسان اقسمت عليك بمن تعبد اجبني ان كانت عندك ذره انصاف او وجدان لم ضاع القبر الى اليوم وبعد اليوم يا انسان نلتقي غدا ان شاء الله تعالى لكن تذكروا تذكروا دائما من ان الامير في تابينه هكذا قال: لقد استرجعت الوديعه واخذت الرهينه واختلست الزهراء، قتلت الزهراء، قتلت قتلا قاسيا بشعا، قتلوها تعذيبا، المضامين التي اوردتها في هذه السطور ليست شعرية هذه حقائق التاريخ الكتب والوثائق كلها تشهد بذلك هذا ليس خيالا الذي جرى على فاطمه من صنوف التعذيب كل الوثائق عندنا موجوده بين ايدينا والمصادر هذه ويوجد غيرها